مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. باش نحكيوا قانون مره هذه باش نحكيوا على القانون 52 اللي هو قانون المخدرات. هذاك علاش بحثنا الاستاذه انتظار السنوسي. صباح الخير دكتور. صباح زين. صباح عليكم. الحمد لله. شنو احوالكم انتم لاباس؟ الحمد لله. الموضوع لازم نحكيوا فيه على خاطر فما برشا ناس معاه فما برشا ناس ضد. دونك انت باش تفسرنا القانون هنا شنو يقول وعلاش حكاوا فيه الناس. ما قبل كان تسمح نرجع بعد الشيف. مرحبا بكم فاطمه. مرحبا بكم مشاهدينا. دونك باش نرجع معاكم كيف ما قلت قبيله حطينا احنا الصوص بتاع المقرونه الطيب. البات نحب ديما نطيبها اخر وقت قبل الفطور مباشره. توا باش نحضر كعبات القراعه نتاعي باش نعملوهم فخسي. حضرت لهم اليوم صوص زعره. خذيت شويه ما حليت فيه الفحات نتاعي شويه كركم شويه تابل شويه ملح فلفل اكحل وحطيت معاهم سنه ثوم مهرسين وزدت معاهم شويه زيت نجمه ديو بلس. توا باش نزيد مع هذوما نحضر الفاخس نتاعي اللي باش نعمله للقرعه. دونك هوني انا عندي شويه فروماج رابي من عند مرياح هكا تخيول بنين باش نزيد عليه شويه غوتا. الفاخس علاش قلت لكم راهي بسيطه برشا ما تستحقش تعقيدات من غير ما تقعد تطيب في فارس نتاع الحم ولا الدجاج. يكفي انه يكون عندك شويه غوتا وشويه فخوماج تعمل فارس بنينه. كان تحب تزيدهم شويه تون زاده يعطيو نكهه بنينه في وسط الفارس اللي باش نعملوه للقرعه هذه. عندي هون تشيشه معدنوس مع الغوتا والفخوماج شويه ملح ما كثرش شويه فلفل اكحل وهكا الفارس نتاعي حضرت باش نعبي بها كعبات القرعه الاخضر ونسقطهم في الصوص. كيف ما تشوفوا قلت لكم الفاخس راهي سهله في وقت قياسي تنجم تحضر الفطور وكيما انت تحبوا تشتهي. دونك شوفوا هنا تنجموا المعدنوس تبدلوه بالسبناخ اذا حبيتوا تاخذوا السبناخ تذبلوه تعصروا من الماء نتاعو ووقتها تحطوه في الفاخس زاد يجي بنين برشا. سينو تنجموا تاخذوا مع القوتة تنجموا كيف ما قلت تحطوا شويه تون شويه كبار مش بالضروره تعمل دولمه والا فندق غله كان باللحم مفروم والا بالدجاج ويتكلف لك طبق غالي كونتخي خاصه. دونك هنا نشوف الفاخس حضرت باش ناخذ نعبي بها انا كعبات القرع بهالطريقه سهله. كان عندنا بوش زادة يسهل علينا احنا لي بوش عندنا متوفرين من عند سياخ. اما انا باش نوريكم طريقه بسيطه برشا كيفاش نجم تحضر هالطبق هذايا في وقت قياسي. يتحطوا الكل هكا في الصوص نتاعنا ويدخلوا الكوشه درجه حراره نتاعها 200 يطيبوا مده 15 دقيقه ماكسيموم يكون القرع نتاعنا حضر. باش نكمل نعبي الكعبات هذوما وندخلهم الكوشه بعد نرجع لكم. مشكورين لشيف يعطيكم الصحة. لوغ نرجو نحكيو مع الأستاذ انتظار السنوسي. اليوم نحكيو على القانون 52 للمخدرات. شنو يقول القانون هذا أستاذ؟ طبعا الناس كلها اللي تحكي عليه قانون 52 يعني شغل العالم وحير الدنيا. الناس كلها تحكي على القانون 52. هو القانون هذا هو قانون 18 ماي 1992 متعلق بتقنين مادة المخدرات والعقوبات اللي تسلط على مستهلكي المخدرات وعلى مدمني المخدرات. اليوم ما يخفاش عليك فاطمة البلاد غرقت إلى العنق في المواد المخدرة بأنواع مختلفة بأنواع يعني مع تغريبة علينا بأنواع خطيرة وخطيرة جدا. والكل اليوم يستهلك الأطفال الصغار الطلبة التلاميذ. يعني حقيقة بلادنا اليوم غرقت في المخدرات ووجب تنقيح هذا القانون. علاش؟ لانه نحن نقولوا القوانين تسن باش نحدوا من الظاهره. مثلا كي نعطيو مثلا سن نقولوا مثلا اعدام ولا مؤبد لجريمه القتل حتى تنقص الجريمه هذه. للاسف القانون هذايا يعني بعد سنه وحتى بعد تنقيحه يعني كثرت ونسب كبيره تضاعفت. يعني نسب استهلاك المخدرات 4 مرات ما كانت عليه. نسب كبيره قعدت معناتها تغوص في تونس. نعطيك بعض الاحصائيات على سبيل يعني الذكر لا الحصر. كيف نقول لك انا خمس يعني الشعب التونسي يستهلك المخدرات وقت اللي نقول لك انا 83 تونسي يستهلكوا المخدرات وقت اللي نقول لك 225 الف تلميذ وهذا الاخطر. وهنا جات الخطوره نتاع وجوب تنقيح. وقت اللي نقول لك 225 الف تلميذ يستهلكوا المواد المخدره وقت اللي نقول لك نعطيك نسبه يعني موجعه وحارقه وخطيره جدا 20% من مستهلكي المخدرات سنهم اقل من 15 سنة 50% أقل من 18 سنة. يعني المادة هذه قاعدة تنتشر في بلادنا. هذا القانون الذي صنع واللي هو معناتها احنا كنا معناتها نقولوا للحد من هذه. للأسف على قد ما الدولة تشدد في العقاب على قد ما القضاء يزيد في العقاب على قد ما المخدرات
تنتشر في البلاد. يقول المخدرات لهنا والقانون 52 هو يقصد به القنب الهندية كهو ولا جميع أنواع المخدرات؟ هما المخدرات أنواع مختلفة ومتعددة ونظمها قانون 1969. هما ثلاثة جداول، فما الجدول A وفما الجدول B وفما الجدول جيم. هو الخطير والخطير جدا هو الجدول ب اللي معناتها المواد المخدره اللي فيها من غير ما نسمي توانا فيها المواد المخدره والخطيره الحرابش والقنب الهندي والزطله والمورفين والكوكايين والكنبي، يعني انواع متعدده ومتعدده جدا مش مجال باش نحكيوا عليها، ولكن كلها من الممنوعات. القانون التونسي يمنع استعمال هذه المواد المخدره، فما عقاب. خلينا نعطيك لمحه صغيره فاطمه على العقاب، رغم اللي العقاب متشدد، من يستهلك المخدرات يصل العقاب إلى 5 سنوات سجن، من يروج المخدرات يصل العقاب إلى 10 سنوات سجن. التهريب، تهريب المخدرات والاتجار فيها وزراعتها والتوسط فيها يصل إلى 20 سنة. الانخراط في عصابة نجم يوصل العقاب إلى المؤبد. ما تشوف قديش لشيل متاع العقاب شديد، ورغم ذلك كل من يدخل إلى السجن على جريمة استهلاك مخدرات دوبا يخرج ولا يروج؟ لا، قبل ما يخرج عدى السجن يخرج الى الاستهلاك مباشره. بالتالي يقولوا احنا السياسه العقابيه والسياسه السجنيه فشلت واعطتنا شباب السجون، واعطتنا جيل كامل من شباب السجون. 228 عائله يعني مست وتضرت، ما يخفش عليكم أزمة السجون الأمنيين، يعني عديد المشاكل. القضاء أنهك بقضايا المخدرات. احنا كحقوقيين قاعدين توا نشتغلوا وكيعني ناشطين وكمجتمع مدني وكناشطين في المجتمع، في المجتمع احنا محتكين مع المجتمع، محتكين مع الناس هذوما. لانه وقت اللي تقول فاطمه مخدرات يعني في العائله في البيت في الطريق، اليوم اسهل حاجه انت ماك تشد الصف باش يشيل الخبز في تونس، من اسهل الاشياء انك تشتري الماده المخدره في تونس. للاسف للأسف الشديد عندنا مافيا المال والأعمال، عندنا التهريب، عندنا المال الفاسد، عندنا الإرهاب، يعني عندنا فلوس كبيرة قاعدة تضخ. ونفقش كذا كان نقول لك ما يحصل في بلادنا تحت نظر الدولة وبرقابة الدولة، والمافيا هذه التي تضخ المال بالمليارات والبليارات تدخل في مجلس نواب الشعب وتتدخل حتى في سن القوانين. لابد من التصدي، لابد من التصدي، لأنه احنا اليوم موضوع حارق. علاش كحقوقيين نجبدوه؟ لأنه لو أدمنت البلاد والعباد شنو الجيل غدوة؟ شنو التلامذة؟ شنو الطلبة؟ شنو الحل أستاذة؟ الحل احنا حبينا نمشي نحو تنقيح هذا القانون، هذا القانون العقابي اللي هو قاسي وقاسي جدا، واللي هو تضمن في محتوى يعني المشرع وقت اللي سنه لظروف سياسية. احنا دائما نقول أنه القانون ينبع من المجتمع باش يصلح. قانون 52 لم ينبع من المجتمع، قانون 52 جاء لظروف سياسية. وقتها شقيق الرئيس الراحل بن علي انخرط في عصابة وحبت تونس توري أنها شديدة في العقاب وحبت توري أنها يعني صارمة، فسنت هذا القانون الزاجر الصارم الرادع ولم يردع، وبالتالي انتج هذا الجيل، جيل السجون للاسف. كما نقولوا احنا يخرج مدمن، يخرج مجرم، يخرج طرف في عصابه. التلميذ، نعطيك مثال بربي صغير فاطمه، انا بصراحه مع التنقيح ممكن في حتى نقول لك يعني التنقيح التلاميذ يعني القصر ممكن خطيه ممكن ما نعرفش، لكن تحطم له مستقبله بصراحه مش حل. هو حتى تنقيح 2017 نحو التخفيف، لانه يعني احنا الباجي قاضي السبسي يعني عطا يعني مقترحه، وقع تنقيح القانون هذا الفصل 12 وقع اقرار عقوبه التخفيف، ولكن رغم التخفيف ورغم يعني ان القاضي استرجع سلطته التقديريه، نجم يعطي اختيار، نجم يفرج على المتهم، نجم يعطيه السرس، نجم يعطيه عقوبه بديله، ولكن رغم هذا وذاك باقي تتزايد وتتفاقم استهلاك المواد المخدرة. سألتني سؤال فاطمة وهو سؤال المحوري واللي لازمني نحكي عليه. نحن كحقوقيين ندفع نحو تنقيح القانون في اتجاه 3 عناصر. أن يكون تنقيح القانون في اتجاه تنقيح وقائي، قبل كل شيء الوقاية. ثاني حاجة هو العلاج، علاج المدمنين. ثالث حاجة هو العقوبات البديلة والمصاحبة. شو معناها؟ معناتها قبل احنا ضد انتشار هذه السموم في بلادنا، وهي راهو ماهيش مادة القنب الهندي اللي قاعدة تنتشر، فما مواد سامة، فما خلطات، فما يعني السم في الآ هو أكثر انتشار وأكثر خطورة حتى من الباء. فما خلطات اللي والله معناتها خلطات تتخلط
وتباع في سوقنا ولا نعرفه. علاش احنا كحقوقيين فاش كذا كان نقول لك نحب الدوله تتدخل بثقلها وتراقب هذا القطاع وتراقب هذا المجال. هذه ماده انتشرت في البلاد، هذه الماده كما قلت لك اكثر من شريان الخبز، والدوله رافعه يدها. يعني احنا كما نقولوا فيها فاطمه عندنا مستنقع، فعاود نعالجوه من العمق ونعالجوه يعني من معناتها من جذوره. قاعدين نكبوا عليه الغطاء نغطيوه ونقولوا لا، معنا لا الزطله موجوده في بلادنا. في عود هناك كمال كبير في عود انهم يعاقبوا الصغيرات به، انا مع العقاب ومع الردع وتسكت تيفو، خاطر بالحق جريمه يعاقب عليها القانون. انت قبل ما لوج اللي وراء الكونسوماتور، الناس اللي واقفه وراه الصغير هذاك اللي صابت. منين جابوا الصغير واللي جابوا منين جابوا؟ يعني ستون شين بالحق لا متناهيه، ماهيش باش تشوفك باش تقعد تلوج في شكون ورا شكون. ظهر لي لهنا خير. حبوا انتم الدوله تتدخل وتراقب باش احنا نقولوا ما تنجمش تدخل كميات المخدرات هذه لبلادنا دون علم ودون رقابه الدوله. مستحيل أن المادة هذه تدخل بلادنا دون ما نقولكش تواطؤ، ولكن تحت أعين ورقابة الدولة وتغض النظر ولا ما تغضش النظر. ما تنجمش الكميات هذه والسموم هذه تدخل بلادنا وما تكونش الدولة عندها عينها الثاقبة وأمنينا والديوانة متاعنا وحدانا تونس راهي منطقة عبوب تدخل إلى بلادنا تحت نظر ورقابة الدولة. فما لوبي كامل من الفساد. نحب الدولة تتدخل، احنا تتدخل مش لتنظيم هذا، احنا ضد الادمان وضد الاستهلاك، ما نحبوش صغارنا يعني دمروا. احنا تدمن ويدمروا يعني مستقبلهم الكل ذا. نحبوا الدوله تدخل في هذا القطاع وتحط يدها على هذا المجال وتعالج باساليب وتحمل مسؤوليتها. اليوم احنا باش تعمل الدوله باش تعاقب الدوله احنا لا لا لا، فما الوقايه، فما العائله، فما المدارس، فما الوعي، فما النقاش. احنا اليوم عندنا لي سوجي تابو، احنا اليوم معناتها نتناولوا هذا الموضوع هذا بكل حرج حتى بالنسبه للاعلاميين، بكل تؤدة، بكل يعني معناتها لي سوجي تابو. لا اليوم نحلوا الكتاب ونحلوا ونحكيوا. نحكيوا المخدرات اليوم منتشره، علاش انا ما نشدش ولدي ونحكي معاه؟ علاش المدرسه ما يحكيوش مع بعضهم؟ علاش ما فهمش البرامج التعليميه؟ ديما لي سوجي تابو الجنس، التحرش، المخدرات من الممنوعات. لا اليوم نفتحوا ونحكيوا، وعندنا الوعي وعندنا معناتها الاكاديميين وعندنا اساتذه وعندنا البيداغوجيين اللي اليوم وعندنا لي سوسيولوج والبسيكولوج ونحكيوا عليه في برامجنا التعليميه. كذلك النقطه الثانيه للدوله لابد ان تدخل، لانه العقاب افلس. اليوم لابد من العقوبات البديله، تحط في الحبس ما يصلحش. لو انت حطيته في الحبس خرج مش متصلح، ما يصلحش. ما يصلحش العقوبات البديله، مثلا تعطيه سرسي، مثلا تعطيه اختيار، مثلا الرقابه بالبراسلي، مثلا تعطيه الخدمه من اجل المصلحه العامه، تعطيه انه هو يعرف انه غلط، تعطيه انه غلط وتفهمه. وقت اللي يخرج من الحبس ما يمشيش لدون ديزير، لابد من المصاحبه، لابد من اخصائيين نفسانيين، لابد من اخصائيين اجتماعيين، لابد الانسان الذي ادمن ندعوه في مصر. بربي استاذه بارونتيز، علاش بربي خنكمل هذيا بعد اذنك. السجون اغلى، بناء السجون بعد اذنك صافي، لانه الموضوع هذا يعنيني. بناء السجون وتكلفه السجون اغلى من بناء المراكز العلاجيه. وقت اللي هو معناتها ادمن والا استهلك، لابد من تدخل الدوله لمعالجته من الادمان، واذا كان دخل الحبس لابد من مرافقتهم حتى يشفى حتى يتعالج. معناتها فما عقوبات بديله لابد من تفعيلها. عقوبه السجن، العقوبه السجنيه افلست، دونك لابد من عقوبات بديله مصاحبه مرافقه حتى نعالج اولادنا. سمعتني قطعتك، حبيت تقول اللي انت في عوض اول حاجه يكون العقاب، هات من الاول يكون الوقايه والارشاد والعلاج، من بعد اذا كان قاعد يكرر وما يهموش وقتها نعاقبوه بالسجن. بالطبع بالطبع. اوكي هكا واضحه استاذه. صافي شنو حبيت تقول؟ حبيت نقول هنا نقطه مهمه استاذه، احنا نراو في العالم في الدول الغربيه والمتقدمه اللي عندهم الكونسوماسيون هذه حاجه عاديه ولا يعاقب عليها القانون في اغلب الدول، علاش ما عندهمش لا كونسوماسيون انورم كما اللي عندنا في تونس؟ علاش هما ناس منظمين؟ حتى اغلبيتهم فاطمة مش شكون قال، يعني عمرنا ما رينا احنا عندهم لي ديلانكون، عندهم الناس لي زيز دي اف، عندهم، لكن ما عندهمش المشاكل اللي احنا عندنا، البراكاجيت وغيره يكونسومي زوز حراب باش يخرج يقتل في العباد لهنا في تونس. مو نحكيو الحقيقه نجاوبك حتى وكان هنا نرجعوا لنقطه الوعي.
الناس ماناش واعيين احنا. فما مواد قاعده تدخل تونس وهذلك كنت نحكي عليه هنا، فما مواد تدخل تونس اللي هي غير مراقبه واللي ما عندهاش الدوله السلطه عليها واللي ما نعرفوش حتى محتواها ومكوناتها. وانا فاشكر ربما انت جبت موضوع الخارج، اليوم هما وصلوا الى درجات اخرى، وصلوا الى انهم التداوي والعلاج بالمواد المخدر هذه احنا نستعملوه، هذه الخلطات السامه اللي تدخل بلادنا واللي الدوله ما عندهاش رقابة عليها وما نعرفوش حتى معناتها شنو محتواها، واللي كما قلنا الخلطات واللي ماتوا واللي وقع معناتها حتى سقوط. اليوم في العالم في الخارج هناك يعني مشروع كامل في التداوي بالمواد المخدرة. قولي انت شنو احنا مادة القنب الهندي راه هي نبتة طبيعية، نبتة بسيطة، نبتة جميلة، نبتة ماهيش سامة، واليوم العالم كله يقع التداوي بهذه النبتة. مفاجئ وإحنا ما عندناش حرج، كل ما هو أعصاب وغيره، كل ما هو أعصاب وخاصة السرطانات، يعني السرطانات اللي أطباء المختصين في الصيدلة والعلماء والأكاديميين اليوم قاعدين يبحثوا، فما دي غوشيرش كبار، فما ناس دخلت إلى المختبرات ودخلت إلى المخابر وصرحت أنه المادة هذه المادة طبيعية، مش بعد ما نخلطها مش اللي تدخل لنا لبلادنا ومش السموم اللي داخله من بالكونترا وبالمافيا، لا الماده الطبيعيه الاصليه راه يمكن العلاج بها. واحنا حتى في تونس في جذورنا اجدادنا يعني كانت موجوده الماده هذه عندما كانت في استعمالها الطبيعي الصحي لعلاج عديد الامراض. واليوم فاطمه نفاش اذا كان نقول لكم ما عندناش تابو، ما عندناش معناتها مشكل ان نحكيوا عليها. اليوم اطبائنا والصيادله في تونس حتى في تونس خذاوا يعني تحملوا امانه ومسؤوليه البحث العلمي علميا طبيا اكاديميا، باش ما خلطوش الامور يقول لك توا معناتها باش نشرعوا باش نوليو نداويو. لا احنا باش ما نفاجئوش الساده المشاهدين، راهو طبيا وعلميا اليوم عندنا علماء وعندنا اطباء وعندنا معناتها اساتذه في الصيدله البروفيسور اللي وراوا انه الماده النبته هذه الطبيعيه في استعمالها الاولي راهي تعالج عديد الامراض الخطيره لفائده الطب، لفائده الالام، لفائده الانسانيه. هما خذوا المسؤوليه وكانوا رغم اللي معناتها باش يقع مواجهتهم، ورغم ذلك كانوا في جدار الصد الاول وقالوا لما لا للبحث العلمي معناتها التقدم العلمي للإنسان وللإنسانية، وكانوا معناتها أقروا أن المادة هذه يعني مفيدة. وحتى نقول لك حاجة علميا، منظمة الصحة العالمية أقرت فاطمة بفوائدها العلاجية الصحية في استعمالها الطبيعي. واتحاد معناتها ومنظمة الأمم المتحدة سحبتها، سحبت مادة القنب الهندي باش ما نخلطوش الأمور، مادة القنب الهندي من المواد السامة والمخدرة. وبالتالي احنا تونس نقولوا في هذا النقاش يعني فما نقاش اليوم معناتها اللي راهو فيهم صغار شباب ولا غيره، وراهي ماهيش قنب الهندي وحده معناتها مخلط بحاجات أخرين، الله اعلم المواد السامه هذيك اللي تخلي الواحد يدخل لبعضه وكل شيء. بورتون هي موجوده في العالم للعلاج، مش باش الواحد يدخل لبعضه ولا يبدا يرتكب في جرائم. مشكوره استاذه انتظار السنوسي على التدخل هذايا، وبيان سور ديما نقولوا رقابه الدوله في كل شيء، لازم الدوله تدخل في المراقبه وفي العلاج كما قالت الاستاذه وفي الوقايه والعقاب زاده، ما ننساوش خاطر النجم يكون حاجه رادعه. نشوفوا تويكا السيت اللي حاشنا بيها الناس الكل تطلب فيه وتلوج عليه، اللي هو www.bistore.tn. قضيتك توصل لك في 24 ساعة. دونك www.bistore.tn للناس اللي تحب كل ما هو بغيكو لاجل قهوة اللي يتمناو في الجارديناج في الديكور في الالكتريسيتي في الكونكوري وغيره تلقاو ادخلوا جربوا وتتفهموني انا فاش قاعدة نحكي على السيت هذا اللي هو www.bistore.tn. نرجع بعد لي شيف. مرحبا بك فاطمة، مرحبا بكم مشاهدينا. دونك باش نكملوا مع بعضنا، انا الصوص نتاعي حضرت، الماء سخون ديجا حطيت فيه البات نتاعي اللي هي اليوم قلت لكم سباجيتي بالقمح البيولوجي
من عند ورده تلقاوه في القمح البيولوجي اللي يخدموا به ورده زاد البات سبيرال والا البات بيني البلومه. دونك انتم تختاروا اللي تحبوا عليه. في مطابه البات نتاعنا احنا نسقطروها من الماء سخون ديريكت ونعديوها للصوص هكا تشرب اكثر الصوص وتعطي هي شويه من الشام تاعها في قلب الصوص جبنينه بالكدا بالكدا. دونك اللي يحب ينجم يحط قرين فلفل في الصوص بتاع المكرونه نتاعو اللي بالبنادق هذيا والا يعطيها طعمه اخرى بالحبق الاخضر زاد جبنينه بالكدا بالكدا. انا البريسك كملت ما بقى الا باش نقدم لكم طاولتي طاوله الماتينال شنو فيها ونشوفوا فتحيه الديسير وين وصلت. الديسير انا طيبت البسكوي نتاعي فما كونتيتي باش نخليها كيما هي وفما شويه اخر باش نعمل عليه فلوكاج نتاع سكر غلاس كيما ترى فيه هكايا جوست باش يعطي توش بيضة فوالا كيما الثلج هذاك علاش نسميوها فلوكاج نتاع البسكوي باش يعطي لون اخر. خليت بارتي نخليها بالثلج وبارتي نخليها كيما هي واحنا نشوفوا في البسكوي نتاعنا بون تاو مازال سخون ما نجمش نمسو ومن بعد نوريكم موستو كيفاش تخي موالو وبرانيه يتقرمش فيه تقرمشه بنينه. هذايا ننظموا ومن بعد نكملوا مع بعضنا. يعطيك الصحة شيف فتحية. نرجعوا بحضة فاطمة في الوقت هذا في محاضرة طاولة الماتينال. مشكوري لي شيف يعطيكم الصحة. قبل ما نعطيو الكلمة لصفصوف وخلينا نشوفوا سبوت الخاصة بجويس. صفصوفة. دونك فاطمة كما كنا نشوفوا هذايا سبوت نتاع جويس. بالنسبة للي يسألوا وين موجودة جويس نجاوبكم موجودة في 3 بوان فون ثلاثة مغازي ثلاثة محلات كبرى مجعولة على ذمتكم باش تمشيو تاخذيو منها ليكم لدياركم لصغيراتكم للمدام للمعول للريدويت لكل ما يهم العائلة موجودة عند جويس. نقاط البيع وين موجودين في سكرة بحضر نادي الحرس الوطني نابل وياسمين الحمامات نلقاو فيه كما قلت لكم حوايجات صغيرات نسير جيل حوايج سبور لي زيسبادغيل معون بتاع الدار الريدويت معون الكوجينا برشا حاجات كل انا نقولها مغاره علي بابا لو على نقولها انا لا كافيرن دالي بابا بلاش 40 حرامي لا محاله لكن بالحق كل ما يهم العائله كله موجود في جايس. اليوم كما حكيت لكم اخر مره لي سوليد ظهلي اليوم الاخر كان صدقني ربي راهو قريب يوفى سولد. دونك اللي مازال ما مشاش وبروفيتا باللي سولد هذوما الايامات هذيا او الفتره هذيا الاخرانيه هي اخر فرصه ليكم باش تمشيو تقضيو وتبروفيتيو من لي سولد. اليوم نحكيو على 70% و80% تخفيضات على كيلكو زارتيكل باش نحكيو اليوم على حوايج صغار ونسي ورجال شنوما اللي فيهم لي سولد. نحكيو على حوايج صغيرات بالنسبه للبنات والا بالنسبه للاولاد نلقاوها في لي مونتو الكبابط بالنسبه البنات انيثي ولا ذكوره موجودين عليهم تخفيضات ب 80% زاد كيف كيف بالنسبه للي بول بالنسبه للصغار البنات والاولاد. نشوفوا مع بعضنا لي زارتيكل اللي انا اخترتهم لكم واللي عليهم بالطبيعه التخفيض الهام والهام جدا. هذين نلقاو لي دودون نلقاو الكبابط اون فوغيغ بالكابوش نلقاو لي دودون ماتلاسين نلقاو لي بول ميساج لي بول تلقى فيها الديزاين مزيان بالنسبه للبنات والاولاد. نلقاو زاد كيف كيف لي دودون سون مانش بالنسبه للوليدات حاجات ياسر ستيل نلقاو لي سويت شورت بنات واولاد نلقاو الوان ودي ديزاين ياسر مزيانين ومختلفين. دونك نلقاو زاد لي تاي ازربوا باش تلقاو لي تاي. هاني انا ننصح فيكم ازربوا باش تلقاو لي تاي باش تلقاو لي زارتيكل اللي حلو في عينيكم على خاطر السولد هذايا بدا من اول العطله دوبوي لو 15 مارس بدا السولد هذايا. دونك اجريو اجريو باش تبروفيتيو وتخلطوا على اللي تنجموا تلقاو وتنجموا تخلطوا عليها في جويس بما انه التخفيض راهو عظيم وكبير ياسر. اليوم نحكيو على 80% تخفيضات هذوما حويجات الاولاد اللي هما ياسر مزيانين وحاجات ياسر محليهم سيرتو في لي سويتشارت في لي جاكيت في لي جيلي في لي مونتو
حاجة ياسر حلوة، كيف ما كيف كيف بالنسبة للبنيات الصغيرة تلقاو كان الحاجات المزيان، تلقاو ألوان مختلفة، دي ديزاين ودي موديل ياسر برونشي وستيلي. وأنا ديما نقول هالجملة متاعي، مش كان الكبار راهم يكونوا برونشي وستيلي وهكا وترندي وفاشن، حتى الصغيرات هما وتوليو الصغيرات هما اللي يحبوا يوليو فاشن يقلدوا إلا يعاندوا في الكبار. هذوما بالنسبة للصغار عندنا الحوايج هذوما الكل كبابط ومراول بنات وأولاد عليهم 80%. نمشيو للنساء بيدهم زادا نساء عندهم ما يقولوا في رواحهم في السولد اليوم مع جايس عملوا لهم 80% ايوي 80% تخفيضات في كل ما هو مراول لي بول والكبابط لي مونطو عليهم 80% تخفيض. نلقاو بوكو دو ستيل في المراول متاع النساء، نلقاو اون ماي هذوما في الصوف، نلقاو فيهم برشا الوان ستيل هذين، نلقاو فيه برشا الوان، نلقاو في النواغ في البوردو في البلون كاسي افيك دي هكا دي ديتاي في النيفو دو مونشيت والنيفو دو بوست لا بواترين، نلقاو حاجات مزيانه على الاخر كيما عندنا البول اللي هذيك جو مون فو موجود فيه في النواغ كيما موجود في الغري افيك كلكو ديتاي في ليبول هكا كلكو فخوفخو نلقاوها بالدوغي ولا بالارجون والا بالكويفري، حاجات ياسر ياسر مزيانين والكاليتي واو نحكي عاد عليها ولا نسكت. الكاليتي منين نلبس من عندها ما نجم نقول كاين كاليتي هايله. كيف كيف بالنسبه للتوسكي فوغور بالنسبه للنساء والكبابط نلقاو زاده كيف كيف كبابط افيك امبريمي حاجه حلوه برشا برشا موجوده عن جويس ستيلي والبرونشي كله والفاشن الفاشن سيرتو ركزوا لي على الفاشن. التوسكي فاشن موجود عن جويس، اخر صيحات الموضه تلقاوها عن جويس وعليها اون بلوس تخفيض 80%. ايش مازلتوا تلوجوا بجاه ربي؟ دونك امشيوا للي بوان فونت باش نجموا تبروفيتيو من السوليد لامباتابل هذايا. ما نسيتش الرجال راهو تقول صفيه كتحايل وتحكي كان على الصغار وعن النساء، الرجال عندهم نصيب ونصيب كبير جدا من السوليد، عندهم 70% تخفيض على توسكي كبابه مونتو اللي هما ان كاشمير بالنسبه للرجال في الفما في الكوب الكلاسيك افيك كات بوتون كيما موجوده في الكوب زاده افيك كابوش اللي هي حاجه ياسر مزيانه ترندي بالنسبه للاولاد اللي يلبسوا هكا ان بو هكا سبور شيك. دونك الكبابط هذوما موجودين على ذمتكم عليهم 70% تخفيض من احسن انواع الكاشمير واحسن الحاجه لي كوب اللي مزيانين اللي هما ياسر هكا على باج وهكا فاشن وستيلي كله موجود عند جويس. ما نساوش زادا كيف كيف في لي بلازير هاو عندنا سيد المخرج لي بلازير فما بليزيور كولوري، فما اللي في على البلو، فما اللي في المارون، فما في الغري، فما في النوار وغيره وغيره. ما ننساوش لي بول، لي بول كول رولي موجودين في برشا الوان، لي بول كول غون موجودين في برشا الوان بالنسبه للرجال هكا اللي يحبوا هكا اون توش دو كولور في حوايجهم موجودين عند جويس. ما ننساوش زاده لي بول اون كول في كيف كيف بليزيور كولوري في الفير في الموتارد في الكوراي في الروج في النوار لي غريل البلو مارين كل شيء مزيان موجود عند جويس. ما ننساوش زاده في لي كوستيم، انا بصراحه لافير هذيا بتاع لي كوستيم حاجه واو 70% على لي كوستيم بور اون. نعرفوا احنا توا بيانتو باش يبدا موسم العروسات والاعراس، دونك سي اون اوكازيون للي مقبلين على الزواج باش يمشيو يريزيرفيو ويشريو لي كوستيم نتاعهم، سورتو كي يبداو يوليو عليهم 70% تخفيضات من عند جويس. يعطيهم الصحة بالحق على اللوفر الهيلة والهبال هذايا. نذكر ديما انه غابور كاليتي بخي راهي في جويس من احسن لا ميور ديستيناسيون كي تمشي تلوج على غابور كاليتي بخي. عندك بيدجي كبير تشيخ روحك على الاخر، عندك بيدجي صغير تنجم تشري برشا قطعات ياسر مزيانين تبروفيتي من السولد. نذكر بوان دو فونت موجودين سكرة نابل ياسمين الحمامات، برشا يقولوا خسارة مانيش قراب للي بوان دو فونت هذوما فات علينا السولد. لي ما وفاش عليكم السولد، جايس تزيد تدللكم وتوفر لكم لا ليفغيزون على كامل التراب الجمهورية، ليفروريت مجعولين على ذمتكم باش يوصلوا لكم قضيتكم حتى كشي الباب الدار 7/7. كيفاش تعدي الكوموند وكيفاش تعدي الفونت اون ليني نتاعك او الاشاء اون ليني نتاعك، تدخل على الباج فيسبوك جايس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال، تختار لي زارتيكل، تعدي الكوموند نتاعك، تبعث لهم تصور بيان سور نمرو التليفون والا تطلب كاريمون ولا ديريكتومون على نوامر التليفونات اللي موجودين معانا على الشاشه، تعدي الكوماند نتاعك والليفرور يوصل لك قضيتك حتى كشي الباب دارك وين تخلص. ماكش تخلص الافونس لا بالبوسطه ولا بالكارت، تخلص كان كي توصل لك قضيتك حتى كشي الباب دارك مع الليفرور. دونك بالحق يعطيكم الصحه جويس على لافير الهايل على الغابور كاليتي بخي وعلى السولد امباتابل. مشكوره صفيه الجماز، نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع.
سرها المحبة. سيكام تقوله لك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب، نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدم في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصته، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر، ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته مش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم، إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. سمحني أختي عندك إمين تتزنف لقوي مناعة. صف عيشك. صف 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 سمحني. أما سير عندك إمين تتزنف. لك ما هو لقوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا ذي إمين تتزنف أختي ريتو، هذا يقوي المناعة اللخ، فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا. إمين تتزنف نشاط وحيوية. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.